اسمك ايه يا ابني؟ قول وكلمني. انا اسمي سيد احمد القص. حكايتي تبتدي من زمان. اتجوزت الست دي يا باشا بورقه عرفي يعني. مرت ايام اكتشفت ان مشيها بطال والعياذ بالله. واحنا متربيين صح يا فندم، متربيين على ميه بيضة. اول الفارم لعب في عبي قتلتها. هنش عليا ان اشوف الاستاذ يوسف مستقبله كله يروح اوانطه ظلم. فجيت قدام حضرتك وقدام كل الناس عشان اقول ان انا اللي قتلتها. انا اللي قتلتها سعاده البيت. انا كنت متاكده انك بريء، وكنت عارفه كمان انك مش ممكن تعمل كده.